لقاء إقبالي جدا، إنه بيجمع كل فنانين الأراجوز والعرايس في ملتقى بيقدموا فنونهم للجمهور. الفريق برضو حابب أتكلم عليه، هو تابع للهيئة العامة لعصور الثقافة، الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الإدارة العامة لثقافة الطفل. بحاول أنا بالفريق بتاعي، الفريق بتاعي كله أطفال من سن 10 سنوات ل 18 سنة، بحاول أن أنا أعلم جيل جديد فن التحريك والتصنيع، بنحاول نشتغل على افكار شويه مش موجوده. طبعا عندنا قامات كبيره في مسرح العرايس بتقدم مسرحيات والوان كتير من العرايس، فانا بحاول اعمل حاجه تكون مش مختلفه شويه. يعني يمكن فرقه التنوره حضرت عرض للتنوره الكبار في قبه الغوري، في وكاله الغوري اسف، فعجبتني الفكره، طب ليه ما اعملهاش عرايس؟ قدرت فعلا اتوصل لميكانيزم كويس للعروسه. برضو نفس الموضوع فرقه الفنان محمد منير، لقيت الناس كتير بتحضر عروض كبيره، فقلت ايه المانع ان انا اعمل بند بالعرايس لفنان زي محمد منير الناس كلها حباه. حاليا بجهز لعرض بعمل فرقه رضا للفنون الشعبيه بالعرايس الماريونيتي بكل رقصاتها، بس لسه ما بدأناش، بدأنا تصنيع بس ما بدأناش عروض، وان شاء الله نحاول نقدم كل جديد، يعني نحاول نعمل حاجات مختلفه. الفكرة دايما بتجيلي ازاي؟ ببقى عادي جدا قاعد بتفرج على حاجة في تلفزيون، فبشوف ايه المانع ان الفكرة دي تنقل على عرايس ماريونيت. يعني عندي افكار كتيرة جدا في العرايس ماريونيت، حابب اعمل كورال اطفال عرايس ماريونيت، حابب اعمل فرقة انشاد ديني عرايس ماريونيت، كل الوان الفن اقدر احوله للعروسة ماريونيت واقدمه للناس، فاقدر اتوصل. في اصدقاء لينا فنانين كبار عملوا فرقة ام كلثوم كاملة عرايس ماريونيت، فانا شايف ان العروسة ماريونيت سهلة، التحريك بتاعها شيق، الناس كلها بتنجذب له، أقدر أقدم أي لون فن أنا عايزه من خلال العروسة الماريونيت أو أي حاجة تانية مش شرط. يعني أنا مثلا جه في بالي أعمل خيال ظل أم كلثوم، فكرة جديدة لأن محدش تطرق ليها، أم كلثوم كلنا بنحب نسمعها، بس إيه المانع أنت قاعد في جو كده مسرحي، المسرح كله بلاك، منورة لك شاشة بتاعت خيال الظل، ظهرت فيها أم كلثوم بالآلات وأنت بتتفرج وبتستمتع. حابب برضو أتكلم على العروسة الماريونيت، مش متقيدة بطفل، العروسة نفسها مش متقيدة بطفل، ويمكن بالأخص العروسة الماريونيت ممكن أقدم بيها عروض للكبار، ما أنا مش بشترط إن أقدم بيها حاجة لطفل. وبصراحة يعني موضوع منير التنورة بتلاقي إعجاب من الكبار قبل الصغيرين، الصغار بينبهر بالعروسة وبيستمتع، الكبير منبهر بالفكرة أكتر من إنه منبهر بالعروسة ومستمتع بالحاجة الجديدة اللي متقدمة له، بس منبهر بالفكرة إنه ما شافش حاجة شبه دي قبل كده. فأنا طبعا أي فكرة الحمد لله رب العالمين، أي فكرة بعملها بلاقي إقبال من الناس حلو جدا عليها، وده اللي بيخلينا نفكر في حاجات تانية خارج الصندوق بره الصندوق. يعني حابب برضو اتكلم على حتة ان الاطفال حاليا التكنولوجيا، التطور التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، ممكن حد يعتقد انهم يعني يتشدوا للموضوع وينسوا الفن، لا هو بصراحة ده لي وقته، ده لي وقته، واحنا بنعمل عروض بتحارب ده، بتحارب اللي هو الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. يعني مثلا انا السنة اللي فاتت حضرت المسرحية ان جد هو فنان عرايس، القصة بتاعت المسرحية جد فنان عرايس وبنته جاي تقعد عنده اسبوع، فهي مندمجه في الموبايل على طول، فاخدها مخزن العرايس عنده وحاول يدخلها العالم، فالبنت قالت له لا انا مش هتشد، انا ليه العالم بتاعي، فدخلوا تحدي وجابت صحابها للتحدي. طبعا خدنا فكره التحدي، المؤلف اللي كتب هو الاستاذ هاني ادري، خد فكره التحدي من التحديات الكتير جدا اللي بتبقى على التيك توك والفيسبوك، فحاول برضو يخش لهم الموضوع من حاجه بتاعته، فخد فكره التحدي، هو تحدى البنت هنشوف مين اللي ينتصر، انت التكنولوجيا بتاعتك انك هتبقي فيها على طول ولا الفن، قدروا الاثنين يتوصلوا في نهاية البنت. طبعا الفن انتصر بس مش انتصار كامل، لان هم قدروا الاثنين يوصلوا لنقطة ان الفن مهم جدا في حياتنا والتطور التكنولوجي لازم نواكب ونمشي معه. مركز قومي لثقافة الطفل تابع للمجلس الاعلى للثقافة، انه نرمي حجر في المياه الراكدة ونحاول نقول انه يا جماعة في خطر على فن الأراجوز، مهم جدا ان احنا نعمل نقل لخبرات لاعيبة الأراجوز الشعبيين لجيل جديد للاعيب الأراجوز. ف 2019 قررنا انه يوم 28 نوفمبر من كل عام انه يبقى ملتقى للأراجوز والعرايس التقليدية، سواء أراجوز أو خيال ظل، وكرمنا مجموعة من لاعيبة الأراجوز الشعبيين زي على رأسهم طبعا عمنا الكبير محمود شكوكو،
عم صلاح المصري رحمة الله عليه، وعم صلاح المصري رحمة الله عليهم، وسيد السويسي، وأصغر لاعب أراجوز وقتها كان كريم صلاح المصري. ولما حصل انتشار وباء كورونا في العالم، فكان في مقولة كبيرة وعنوان كبير عند وزارة الثقافة انه الخليك في البيت، الثقافة بين ايديك. بدأنا نشتغل على فكرة ان الأراجوز يعمل ما يسمى بالتوعية للناس حوالين استخدام للوقت، كيفية عدم سماع الإشاعات، وكيفية إيجاد مصادر للخبر بشكل أكيد بعيدا عن الشائعات. الأراجوز عمل دوت، وبدأنا نعمل مجموعة من الكتاب نستكتبهم، منهم مثلا الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف، الشاعر أحمد زيدان، الشاعر محمد زناتي، الشاعر سيد لطفي، الفنان أحمد جابر. وعملنا مجموعة من النمر الأراجوزية الجديدة اللي موجودة دلوقتي، ما يقرب من حوالي 35 نمرة أراجوز جديدة مكتوبة للأراجوز. وتم إصدار كتاب اسمه حواديت أراجوزية، نمر وحكايات للأراجوز. ده إصدار جارب حوالين معظم الفنانين اللي اشتغلوا على الأراجوز، سواء نقاد أو باحثين أو فنانين تشكيليين أو فنانين أو مخرجين مسرح. الهدف أساسا من الملتقى هو فكرة إحياء هذا التراث مرة أخرى، تذكير بهذا الفن اللي قارب على أنه بسبب أنه لعبته بيتناقصوا أنه ممكن يندثر. فعملنا مدرسة على مدار الأربع سنوات اللي فاتوا، خرجنا ما يقرب من حوالي 60 لـ65 لاعب ولاعيبة أراجوز جداد بنسب متفاوتة طبعا في فكرة الإجادة، لكن مهم قوي أنه ننقل هذه الأمانة لحامل الأمانة الجداد كمان الجديد كمان السنة دي، أنه عاملين مسابقة لعروض نمر الأراجوز. فاشترك في هذه المسابقة ما يقرب من حوالي 13 فرقة ل13 نمرة أراجوز من أكثر من محافظة، القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والدقهلية وكفر الدوار واسكندرية، وكانوا جادين جدا في فكرة التعامل. كيفية عصرنة حواديت الأراجوز أنه يواكب هذا العصر، لأنه مهم قوي أنه إزاي هتتعامل مع طفل بقى متوحد مع التابلت والتليفون، مع مواقع التواصل الاجتماعي، إزاي تحذريه من هذا العالم الافتراضي. كمان بقى فكرة أنه يبقى على الأرض، أنت بتناقشي حواديت الأطفال نفسها، أنه إزاي الولد يسمع كلام الأكبر منه. تحاولي كمان تعملي ما يسمى بتعديل سلوك، كمان الأراجوز يستطيع أنه يبقى وسيلة تعليمية بشكل جيد. مهم قوي أنه ما يبقاش بس في القاهرة، احنا حابين أنه يبقى نزرع شتلات الأراجوز في أكتر من محافظة، لأنه مصر تسخر على المستوى التراث الشعبي، سواء على مستوى الملابس أو الفنون القولية أو حتى الغنى. إحنا على مدار 27 أو على مدى 27 محافظة اللي موجودة في مصر، عندها لكل محافظة تراثها، سواء التراث البدوي أو التراث الفلاحي أو الصعيدي أو النوبي أو الأسواني. هذه الفنون تستطيع أو يستطيع هذا الأراجوز أنه يعبر عن هذه الفنون جميعا، ولكن مهم قوي يبقى بلسان منطقته. إحنا 120 مليون نسمة، ما ينفعش يبقى عندنا 5-6 لعيبة أراجوز فقط، إحنا محتاجين يبقى في عندنا 5-6 مليون بيلعبوا أراجوز، لأنه الأراجوز المصري يمثل جزء كبير قوي من الهوية المصرية. مهم قوي ان احنا نحافظ عليه، مهم قوي ناخد بالنا، لانه هذا الصوت الساحر او المدهش اللي بيلم الناس حواليه انه
ماذا ستقدم للناس او ايه اللي هتقوله للناس؟ الأرجوز ده شيء يعني محترم جدا جدا، وهو امتداد للأرجوز المصري وامتداد لمسرح العرايس، واحنا بنتمنى ان يكون في ملتقيات كتير جدا في مصر علشان نعرف على الاقل الجيل اللي موجود حاليا اللي هو ما يعرفش حاجه عن العرايس ولا الأرجوز، لانه ده احنا بالرب نشأ خالي من زي ما بنقول يعني خالي من العيوب. يعني احنا هنتكلم عن مسرح العرايس، وهنتكلم عن أيقونة مسرح العرايس وهي الليلة الكبيرة، وطبعا ده تراث شعبي مصري قديم عن بيحكي عن المولد. واحنا في مكان جميل جدا في السيدة زينب، بنشوف مولد السيدة زينب وفي مولد الحسين وفي موالد كتير جدا في مصر. كلنا على الأقل الجيل اللي أنا من سنه أو اللي بعدية بشوية حضر هذه الموالد. الليلة الكبيرة بتعرض الفلكلور الشعبي المصري، وأغلب يمكن الشعب المصري حافظ الليلة الكبيرة أيام ما كانت 13 أو 14 دقيقة بالضبط مسمع صوتي في الإذاعة، وكنا بنغني وإحنا طلبة بنغنيها كلها كاملة. بالنسبة للجيل الحالي يمكن ما يعرفش الليلة الكبيرة قوي، بس أنا عاوز أقول لكم حاجة، إن لما بنعرضها فعلا بيحبوا يسمعوها، لأنها يعني مغناة بشكل جميل جدا، وإخراج المبدع صلاح السقا طبعا مع احتفاظ بالألقاب، يعني تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، هم الثلاثة بصراحة عملوا إبداع ما يمكن مش هنقول ما تعملش بعد كده، إنما فعلا كان في وقته حاجة عظيمة جدا جدا، وده كان لون من ألوان التراث الشعبي المصري زي الملتقى اللي احنا فيه دلوقتي وهو الأرجوز. احنا لما نقول بدايات العروسة على مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي، هنقول كانت بداية بعروسة. العروسة دي بقى كانت اسمها أرجوز، كان في تركيا اسمها كاراكوز، كان في روسيا بطروشكا، فكانت تعددت الأسماء، وما كانتش للطفل، هي كانت لسان حال الشعب ضد الحكام، يعني أو هو كان إصلاح للحاجات السيئة اللي كانت موجودة. فابتدى يتطور هذا الفن إلى أن أصبح ليقدم للطفل والكبير. يمكن اللي ما نعرفوش على مسرح القلعة العرايس أو مسرح العرايس عموما، هو مش للصغير بس ولا للكبير بس، هو للأسرة الكاملة، لأننا ما بنقدم للمسرح والأسرة كلها كاملة بتيجي، مش هينفع طفل صغير يجي أو طفلة تيجي، لا بالعكس، الكبير بيجي بيستمتع والصغير بيستمتع، وبيحصل حوار ما بين الكبير والصغير، وهو ده اللي احنا بنسعى ليه، انه يبقى فيه حوار ما بين الاب والام، بالاب والابن او الام والبنت، وهم بيتفرجوا اثناء على العروض بتاعتنا. ده اللي بنسعى ليه، انه يبقى الفرجه جميله بالنسبه لافراد الاسره كلها. الليله الكبيره، واحنا طبعا عارفين ان الليله الكبيره من العروض اللي يعني دايما بتاثر في الجمهور، يعني سواء الجمهور الصغير او الكبير، ليها تراث كده وليها محبه عندنا. الليله الكبيره عرض اعتقد كل الشعب او كل الناس بتحبه. يعني احنا في مسرح القاهره للعرايس بقياده الدكتور اسامه محمد علي، دايما بيبقى عندنا نوع معين من الاقبال الجماهيري، وليه بيبقى ليه سن معين، السن الصغير، ودايما السن الصغير لانه طبعا بيجيب بابا وماما، فبتبقى عروضنا ليها نوعيه معينه من العروض. العروض دي دايما بتخاطب عقليه الطفل، ودايما بتبقى بتحاول توصل له رساله معينه لعقله. يعني برغم ان وجود التكنولوجي كتير في دلوقتي، وبرغم وجود مواقع كتير على اليوتيوب، واعتقد العروض دي متواجده فيها، انما برضو بيزال لغايه دلوقتي تاثير الليله الكبيره على الناس بالفرحه، ودايما ان هم بيبقوا قاعدين بيفتكروا كل التاريخ القديم، يعني او بيفتكروا ذكرياتهم الحلوه، يعني مع تعودهم او رؤيتهم لعرض الليله الكبيره. احنا في مسرح القاهره العرايس اعتقد ان احنا من اهم المسارح اللي موجوده في وزاره الثقافه، لان المسرح ده دايما بيخاطب
اعتقد بيخاطب الصغير والكبير يعني. وبيبقى ليه مرحله عمريه معينه يعني، يعني اعتقد من تحت ال 16 مثلا. فبيبقى اختيارنا للعروض بيبقى ليه يعني سيستم معين، بيبقى ليه طريقه معينه، علشان بيبقى هدفنا منها تربوي رقم واحد. وبيبقى دايما العرض يعني دايما بنبقى حابين ان هو يبقى ليه زي معلومه توصل للطفل دوا بشكل بقى مزيكا حلو، بشكل استعراضي كويس. بس انا بعتقد ان التمثيل بيبقى ليه ادوات كتير جدا. الادوات دي بتساعد الممثل ان هو سواء بقى لبس، سواء مكياج، سواء اداء، وده بيبقى تاثيره سهل على الجمهور. انما انا اعتقد ان مسرح القاهره للعرايس بيبقى ليه نوعيه معينه من الفن، لان انت المفروض العروسه اللي بتقدم دي على خشبه المسرح بتبقى لازم تقوم باداء التمثيلي اللي بيقنع الطفل ان هي فعلا بتتكلم وان هي فعلا معاه في الاحداث. فدي طبعا بتحتاج تقنيه عاليه جدا من محرك العرايس، بحيث ان المحرك ده لازم يبقى على درايه كبيره جدا بامكانيات العروسه وميكانيزم بتاع العروسه، ويكون برضو متفهم طبيعه الكلام والشخصيه، لانه اعتقد ان هو عشان يوصل ان يخلي العروسه نفسها هي اللي تمثل، ده موضوع اعتقد ان هو من اهم فنون الفنون عامه يعني، لانه فن بيحتاج امكانيات معينه، بيحتاج تركيز كبير جدا، بيحتاج مدى امكانياتك على التحكم في ميكانيزم العروسه، يعني ازاي يقدر يحددها، ازاي يقدر يحرك ايديها بشكل معين في كيو معين. فاعتقد ان مسرح العرايس من المسارح اللي دايما بيبقى ليها تاثير كبير جدا.